متى كانت آخر مرة اكتشفت فيها إمكانيات جديدة؟ كيف تشعر عندما ترى العالم بعيون جديدة؟ أين يمكن إيجاد تلك التجارب الجديدة التي تحدث تغييراً في عالمنا؟ نحن في مجلس البحث العلمي نحيي تلك الروح الطموحة التي تسعى لإيجاد الأفكار الجديدة عبر البحث والابتكار. نعمل على دعم وتمويل البحوث والابتكارات الوطنية لتحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للبشرية، لتعزيز ثقافة البحث وإيجاد بيئة مناسبة للابتكار تلبي المتطلبات المحلية وتواكب الاتجاهات الدولية. من خلال بناء القدرات البحثية وتطوير شبكة البحث ونقل المعرفة، لاكتشاف الأفكار الجديدة وأحدث أساليب التفكير الإيجابي لحل المشكلات. إن رعاية وتشجيع تلك الأفكار تجعلها تترسخ بصورة أكبر في طرق تفكيرنا وأساليب حياتنا في مختلف المجالات كالنفط والغاز، التصنيع، الطب، الزراعة والثروة السمكية، الطاقة البديلة، المياه، التراث، التنمية المستدامة والتقنيات الحيوية البحرية. وليتحقق لمجتمعنا مكانته المرموقة ليس بما يقوم به اليوم فقط، ولكن بما يمكن أن يحققه في الغد، وبما يمتلكه من مفكرين مبتكرين طامحين لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع والقطاعين الاقتصادي والصناعي. لتحسين حياة الجميع والسعي نحو التقدم والازدهار عبر المعرفة، العلوم، البحث والابتكار، نحن في مجلس البحث العلمي نحيي تلك الروح الطموحة. نسعى نحو الأفضل، ندعم المواهب، نعزز النمو والشراكة المستدامة مع المجتمعات في مدارسنا، جامعاتنا، مرافقنا الصناعية وفي أدق تفاصيل حياتنا. إننا نحيي تلك الروح الطموحة التي لا تجعل تجربتها الأولى المتعثرة عائقاً أمام تحقيق المزيد، تلك الروح التي لا تتوقف أبداً عن البحث للحصول على الحلول والأفكار، تلك الروح الطموحة التي تتطلع للمستقبل. فإننا نحيي روح البحث والابتكار لكي تصبح المنارة التي ترشدنا للسمو بعماننا نحو عهد جديد في البحث والابتكار.